أصيبت نهاد اللي عمرها أكثر من 70 سنة بمرض كورونا وعانت من 3 أعراض: وجع عضال قوي، إسهال وتقيؤ. وبعد انتهاء من الإسهال والتقيؤ تم إخراجها من المستشفى علماً أنه وجع العضال كتير قوي وما عم تقدر تتحمله. حالات مشابهة لنهاد كشف عنا مبارح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، وقال أنه في حالات خطرة مصابة بكورونا موجودة بالبيوت، وهيدا الحالات كانت ناطرة دورة على قائمة الانتظار بالمستشفيات وعم بيتم نقلها هلأ. إذن المستشفيات صارت شبه مفولة. من أصل 30 مستشفى حكومة، في 15 مستشفى بيستقبل مرضى كورونا، ومن أصل 130 مستشفى خاص، في 15 مستشفى خاص بس بيستقبل مرضى كورونا. فرغم كل الوعود بإضافة أسرة لمرضى كورونا، العدد بعده 900 بحسب ما صرح رئيس لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي. هون منشير إلى أنه بعد انفجار مرفق بيروت تم إنشاء بلبنان عدة مستشفيات ميدانية بمناطق متنوعة، وهن المستشفى الإيراني، الإيطالي، الأردني، المغربي، القطري والروسي. فشو بعد باقي منهم لليوم؟ من أصل 6 مستشفيات ميدانية تركبت بعد انفجار المرفق، بعد في 4 مستشفيات بحسب ما كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لتلفزيون نشرة، واللي باقيين هن المستشفى الإيطالي بالجامعة اللبنانية الحدث، المستشفى المغربي بالكارانتينا، المستشفى الأردني بتل الزعتر، والمستشفى القطري الأشرفية. موجود هالمستشفى بموقعين وهن مستشفى الروم والجعتاوي. فهل في إمكانية لتحويل هالمستشفيات لتستقبل مرضى كورونا؟ بحسب المصادر، وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال حمد حسن عم يشتغل لتركيب مستشفى قطري الثالث يكون بس خاص لمرضى كورونا، بيحتوي على 500 تخت. وضافت المصادر أنه موقع المستشفى بعد ما تحدد، فهو بيحتاج لمساحة كبيرة. وعن إذا في مهلة محددة لبدء تركيب وتشغيل هالمستشفى بظل وصول المستشفيات لقدرتها الاستيعابية لمرضى كورونا، قالت المصادر أنه بعد الوزير عم يشتغل على الموضوع من دون تحديد مهلة. بس بهالوقت شو عم تعمل المستشفيات الميدانية الموجودة اليوم؟ معلومات تلفزيون نشرة قالت انه بالعموم هالمستشفيات عم تستقبل اصابات حوادث السير وعم بتعاين مصابي انفجار بيروت وبتعالج كل مريض بيلجأ لها مجانا. اختصاصاتهم بتشمل الصحة العامة، الجراحة العامة، والجراحة التجميلية والتوليد، كما بتم توزيع الادوية مجانا بعدد منها. مثلا المستشفى الأردني بضم صيدلية وفي اختصاص جراحة عظم وتجميل وجراحة عامة وصحة عامة وتوليد. المستشفى المغربي بيتضمن مختبر وصيدلية وهو متخصص بعلاج الأطفال والأمراض والجراحة النسائية وأمراض العيون والجراحة العامة وجراحة العظم. إذن تحويل أي مستشفى ميداني ليصير مخصص لكورونا خطوة مهمة لإيجاد أسرة للمرضى اللي ناطرين ببيوتهم أنه يفضى تخت. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.